السلامة. السلامة يا باشمهندس. مع السلامة يا ريس. مع السلامة. السلام يا باشمهندس محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. أستاذ ممدوح، بعد إذن حضرتك بس نبذة عن إيه اللي حصل في القضية النهاردة والله. النهاردة انعقدت الجلسة باسم محكمة عسكرية النظر. او الجلسه الموضوعيه لمحاكمه محمد الصواري وعبد العزيز الجمل وعلاء سرحان. المحكمه قدمنا طلبنا منها اجل الاطلاع وطلبنا منها خلال سبيلهم لانتفاء مرات الحبس الاحتياطي والانعدام الاتهامات في القضيه. الاتهام الاول اللي هو الالتزام بتنظيم هدف قلب نظام الحكم اصبح غير واقعي لان نظام الحكم اتغير. الاتهام الثاني اللي هو الاتفاق الجنائي انعدم بحكم المحكمه الدستوريه بالغاء الماده 48 في الاتفاق الجنائي، فاصبح لا مبرر مطلقا لحبسهم احتياطيا. المحكمه اجلت نظرا للمحكمه اخر يوم ويتم نقلها لمكان اخر، نقل رئيس المحكمه لمكان اخر مش هينظر القضيه، فاجلت ل 31/7 لنظر القضيه مره. طب انت حضرتك يعني تتوقع يفصل القضيه ان شاء الله؟ والله انا مستبشر خير، لكن انا متوقع ان اللي هيغير هذه القضيه التغيير السياسي اللي هيتم في البلد يعني. لان هذه القضيه تنظر امام محكمه عسكريه ومحاكمه مدنيين وتم الحكم عليهم في قضيه تم تطبيقها مع مجلس امن الدوله، فاعتقد مجلس امن الدوله وحسن مبارك اللي احال قرارهم قرار عسكري والمحكمه العسكريه لابد الثلاث حاجات دي خلاص تتغير، اصبحنا في واقع جديد لابد تتغير، واذا كان هناك محاكمه فتحاكم من قضيهم الطبيعي واما ان يصدر قرار بالعفو من النظام السياسي الجديد اللي يحكم مصر. شكرا استاذ ممدوح.